15 الى 16 فيفريه من سنه 1947. احيا قسم تاريخ وعلم الاثار اليوم ذكرى اليوم الوطني للشهيد من خلال تقديم مجموعه من المحاضرات التي ترتبط بتاريخ الثوره الجزائريه، والتي نعتبر اننا من خلالها نستكمل رساله الشهيد ورساله المجاهد، ونحاول ان نربط شباب اليوم بتاريخهم وبحضارتهم، ونذكرهم بحجم التضحيات التي قدمها الشهداء من اجل ان تستقل الجزائر. أيضا نحاول أن نعيد تنشيط الذاكرة التاريخية وإقرار والتزام بالنسبة للدول. لولا هذا الواجب، يعني في الدور الحقوقي، هذا الواجب العظيم الذي أداه الشهداء والمجاهدون. جامعة الشيخ شهيد زيان عاشور وقسم التاريخ والآثار بعقد ندوة تاريخية حول اليوم الوطني للشهيد، لنتذكر ونذكر ونؤكد أن الشهيد كان مشروع، أن الشهيد حضر مشروع لتحرير الجزائر، أن الشهيد كان رمز من رموز استرجاع السيادة الوطنية. الشهداء قبل أن يكونوا شهداء كانوا مجاهدين، حضروا مشروع أولي، يا إما أن تتحرر الجزائر يا إما أن يكونوا شهداء. الشباب اليوم هو التحلي بأخلاق هؤلاء الشباب الذين ضحوا بالنفس والنفيس وصعدت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها وتحصلوا على الشهادة. وواجبنا، واجب الشباب، هو تحمل المسؤولية. وشكرا.